أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، ومستمرين معكم اليوم بفقرات صباح الرياضية. بما أنه اليوم مميز فأيضا رح تكون معنا ضيفة مميزة، دكتورة رزان عابد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة الصيدلة، ضيفتنا الدائمة والمتألقة. اليوم رح نحكي مع حضرتك على موضوع، مع أنه إحنا على أبواب شهر رمضان الفضيل، كيفية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك. بداية أنا حابة أعيد عليك عيد وهنيك بحلول شهر رمضان، وحابة أعيد على جميع الأم المسلمة في حلول شهر رمضان المبارك. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم آمين. بالنسبة لكيفية ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان، طبعا هذا السؤال احنا كثير عم ننسأله، انه كيف ممكن احنا نمارس الرياضة في شهر رمضان. في ناس بتكون متخوفة انه كيف بدهم يبلشوا، للناس اللي بدها تبلش تغير نظام حياتها لنظام حياة صحية، والرياضيين اللي بيكونوا طول السنة مستمرين على ممارسات الرياضة بأي وقت هم بدهم إياها، أول ما بيجي رمضان ببطلوا يعرفوا شو بدهم يعملوا. صحيح. كيف نبلش؟ من وين نبدأ؟ كيف يعني إيش الخطوات؟ إيش الشروط؟ فهذا الحكي كله بده تدخل صحي مشان نتفادى الخطورة لا سمح الله، بتعرف. نعم. صيام ورمضان، ففي عنا إرشادات معينة لهدول الناس. نبلش قبل رمضان بأسبوع، هل في استعدادات معينة أو إجراءات لازم الشخص يعود حاله عليها تدريجياً؟ أو بقدر من أول يوم برمضان أني أغير نمط حياتي كامل بما يتضمن الرياضة؟ هلأ حسب طبيعة الإنسان. نعم. حسب عمره، حسب حالته الصحية، حسب قوته البدنية، وكمان حسب إدراكه. إحنا نرجع بنحكي الوعي بيلعب دور كتير كبير. صحيح. عيد لما أنا بهيئ حالي قبل أسبوع زي ما تفضلت أو قبل فترة، كتير أفضل من لما أنا مرة واحدة بعمل شوك لجسمي وبصير بدي أعوده على نظام حياة مختلف بيوم. صحيح. وليلة. فأكيد كل ما هيئت جسمي قبل كل ما كان أحسن، خصوصا للناس المدخنة، للناس اللي عندها عادات سيئة، للناس اللي بتاخد كميات غذائية بتكون نوعا ما غير صحية. نعم. فلما بهيئ جسمي قبل بيكون أحسن أكيد. نبلش معناها بإمتى الوقت المناسب أو الأنسب لممارسة الرياضة بشهر رمضان؟ بالضبط. هلأ عيد أنا بس حابة أوضح شغلة. تفضلي. بالنسبة للتمارين الرياضية هي عبارة عن نوعين زي ما بتعرف، الكارديو والقوة البدنية أو الأوزان المقاومة. بالضبط. هلأ الكارديو زي المشي والسباحة والبايك رايدينج، هدول منفضل دائما بشهر رمضان نقدر نمارسها خلال فترة الصباح وبشكل خفيف وبطيء جدا. والخيار الثاني قبل الإفطار بستين دقيقة أو نص ساعة بس مش أكتر. نعم. أما المقاومة والأوزان والحديد هدول 100% لازم منفضل بعد الإفطار بساعتين. ممتاز. لازم. حلو. إذا إحنا عم نحكي على وقت مناسب حسب كل شخص وطبيعة حياته طبعاً. طبعاً. ولكن في بعض الأشخاص بيقول لك أنا ممكن بدي أزيد وزن، بدي أخسر وزن، برضو هاي لها اعتبارات في اختيار الوقت الممارسة الرياضة؟ طبعاً أكيد. هلأ دائماً خسارة الوزن وحرق السعرات الحرارية بتعتمد على تمارين الكارديو. نعم. إحنا ليش بنحكي منفضل لما بيكون خيار عيد إنه أنا بدي أمارس الرياضة بفترة الصباح قبل الفطور أو بعد الفطور؟ دائماً بنحكي سواء بناء عضلات أو حرق سعرات حرارية إنها تكون بعد الإفطار دائماً. نعم. هلأ ليش إحنا بنحكي قبل الفطور بنص ساعة؟ لأنه بس مجرد ما أنا بلشت أعمل تمارين كارديو أو تمارين هوائية، ركض، مشي، سباحة، خلال نص ساعة بصير موعد الأذان، فالجسم هون بيكون استنفذ طاقته. نعم. فبصير وقت الفطور، فبصير أعوض السوائل والأطعمة والأشربة اللي أنا جسمي بحاجة لإلها. ممتاز. تنصحي ببعض الرياضات أو التمارين معينة خلال شهر رمضان؟ طبعا. هلأ في عنا تمارين المشي. نعم. طبعا هي من أفضل التمارين خلال شهر رمضان، المشي والسباحة، البايك رايدنج، وفي كمان التمارين الكيجل. تمارين الكيجل بتركز على الأمعاء الدقيقة والمستقيم ومنطقة الحوض والمثانة. نعم. Yes. هل ممكن الواحد يمارس الرياضة خلال شهر رمضان أو خلال فترة الصيام بدون ما يكون فيه مضاعفات صحية؟ أكيد طبعا. هلأ الرياضة إحنا بأي وقت بنمارسها بشكل عام عيد حنستفيد منها، بس كيف أنا بمارس الرياضة؟ نعم. كيف أنا بعطي جسمي تمارين معينة من حيث الوقت ومن حيث الشدة؟ كيف بعرف أتعامل مع هذا الموضوع؟ ولا هو بأي وقت، خصوصا زي ما حكيت لك الصبح بشكل بطيء، أما بعد الإفطار بقدر أعطي التمارين اللي بدي إياها زي أي يوم عادي. صحيح. نستغل أنه أنت معنا دكتورة صيدلة، برضو نسأل عن جانب الأدوية. بعض الرياضيين أو بعض الأشخاص عموما بيتناولوا أدوية بأوقات معينة وبيمارسوا الرياضة إذا كانت حياتهم هيلثي أو صحية. الآن خلال شهر رمضان إحنا بنعرف بس الفترة من السحور أو من الفطور للسحور بنقدر ناكل فيها أو ناخذ الأدوية. خلال فترة الصيام
والشخص اللي عنده التزام بأدوية معينة وعنده رياضة لازم يمارسها أو نشاط معين، كيف بتم التوازن بهذا الموضوع؟ أكيد هذا السؤال جدا ممتاز، لأن كثير برضو بننسأله إنه أنا إمتى ممكن يا دكتورة أخذ الدواء تبعي وأنا صايم. هلأ في نوعين من أنواع الأدوية، في الأدوية اللي بنتناولها قبل الأكل وفي الأدوية اللي بنتناولها بعد الأكل، وفي أدوية ما بتفرق. صحيح. هلأ الأدوية اللي بدها أكل، مجرد ما أنا أخلص فطوري على طول بتناول جرعة الدواء اللي لازم أنا أخذها. الأدوية اللي قبل الأكل، طب ما أنا طول اليوم صايم. صحيح. وأول ما يأذن أن أنا بدي أكل، يعني طب كيف بدي أخذه قبل الأكل؟ عنده حلين، إما أنه أنا بشرب كاسة مي وحبة تمر أو ثلاث حبات تمر، بروح بصلي بستنى حالي شوي، بهاي الفترة أنا بكون ماخذ على طول حبة الدواء أول ما بيأذن، بصير مارق نص ساعة ساعة بقدر أنه أتناول الطعام بشكل وجبة طبيعي. رئيسية. بالضبط. أو زي ما تفضلت على السحور. نعم. باخذ حبة الدواء بس أخلص السحور، بأخر شوي السحور تبعي، بس يصير عمليات الهضم والتمثيل الغذائي بنص ساعة ساعة، بتناول حبة الدواء وبنام. ممتاز كثير. هل في بعض النصائح اللي أنت بتفضلي أنه الناس يتبعوها خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة إذا كانوا بيتناولوا أدوية أو عندهم أمراض أو لا قدر الله عندهم تعب من شيء معين وحابين يلتزموا بالصيام، برضو حابين يحافظوا على أدويتهم، حابين يحافظوا على نظام حياتهم الصحي كامل؟ هلأ أكيد أنا بنصح الناس دايما أنه يحاولوا ما يتعرضوا لأشعة الشمس بشكل مباشر. نعم. ليه؟ لأنه رح يصير في عندنا جفاف، الجفاف رح يسبب انخفاض في ضغط الدم وممكن تجلطات خصوصا الأعمار الشباب. وكمان بنصحهم انه لما بدي انا يأذن وابلش فطوري، ما اعوض جسمي بالسوائل مره واحده، هذا نعم. اكبر غلط. بس بتناول قدر كاسه، بعدين طول اليوم من فتره الفطور للسحور تدريجي ببلش انه انا اعوض جسمي من السوائل. نعم. والعصائر والاطعمه. ممتاز. الان برضه لما بنحكي احنا على فتره الصيام، في مجموعه من الطقوس يمكن الدينيه للشخص بيلتزم فيها خلال الشهر الفضيل، وبرضه ممكن تكون فيها عادات سيئة إذا بدنا نسميها، اللي هي تحديدا تناول الطعام على وجبة الإفطار. تفضلتي أنت بتنظيم صحي ومنطقي لكيف واحد يأكل، لكن نروح شوي لجانب تغذوي من ناحية اختيار الأطعمة. في بعض الأشخاص ممكن يحكي لك أنا لأنه ما بدي أكل كثير مثلا على وجبة السحور أو الفطور، ممكن أخذ سبليمنت أو مكمل غذائي بعد، إذا بدي أتمرن بعد الفطور خلينا نحكي. هل بتنصحي بهذا الشيء ولا الواحد يركز على الأغذية الطبيعية خلال شهر رمضان، لأنه فترة الأكل بتكون شوي محدودة؟ صح. هلأ عيد دائما بشهر رمضان إحنا بنحكي سبحان الله طول اليوم نكون جوعانين ومنا ناكل، بنحس حالنا منا ناكل الدنيا. صحيح. ولكن بالحقيقة أول ما بنبلش ناكل فعليا ما بنقدر ناكل إلا كميات بسيطة جدا، بعدين باقي اليوم لما المعدة خلص إنها تتوسع والجسم يرجع لطبيعته، حسب هون أنا هنا إلي الخيار. نعم. إما بحافظ على الكميات القليلة والجودة العالية من الأغذية اللي هي غنية بالكاربس والبروتينات وشوية نشويات، وزي ما تفضلت باخذ سبليمنتس عشان أعوض الباقي لأنه لسه السل بيكون مش كافي. نعم. وفي ناس إيش بتعمل؟ بتصير طول الليل تاكل القطايف وترجع تاكل كمان مره بكميات كبيره وجميع انواع الحلويات، هون احنا بندمر حالنا وكون ضيعنا كل الفائده. بالضبط. طب بما انه عم نحكي احنا هون، خلينا نوضح برضه الفائده الصحيه من الصيام بعيدا عن الفائده الدينيه طبعا والالتزام باوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن في فائده صحيه على جسم الانسان لانه طبعاً. يطبق شيء يشبه الصيام بمبدا نظام الصيام المتقطع. طبعا صح. الفائده الصحيه طبعا، يعني الصيام عبارة عن معجزة إلهية، بعض العلماء لحد الآن في أمراض معينة بتنشفى بفترة شهر رمضان مو عارفين شو السبب. نعم. من ضمنها الكوليسترول، من ضمنها ارتفاع السكري لمرضى السكري برمضان، بتنظم عندهم مستويات السكر لا إرادي. نعم. هرمون النمو بيرتفع عندنا أو بتنظم مستوى هرمون النمو. طبعا حرق السعرات الحرارية زي ما حكينا، ودائما الصيام سبحان الله هو عبارة عن ديتوكس للجسم، هو يعني عامل زي ماشين بتخلص الجسم من السموم لا إرادي، لأن أنا بصوم 8 ل10 ساعات. نعم. فهاي الفترة كافية خصوصا لمرضى السرطان كمان، يعني هاي فائدة صحية عظمى لما أنا بكون لا سمح الله عندي شخص مريض في مرض السرطان، لما بجوعه 8 ل10 ساعات الجسم بصير يقاوم الكتلة السرطانية ويأكل فيها. نعم. لأنه أنا عم بمنع جسمي من الأكل الخارجي،
فأكيد طبعاً لها فوائد صحية. دكتور رزان، إحنا دائماً بتواجدك معنا بنستفيد، أول شيء بتنورينا بوجودك، ثانياً المعلومات العلمية اللي عم تقدميها للناس مفيدة دائماً، وخاصة إحنا على أبواب شهر فضيل. صح. كل الناس اللي إن شاء الله ربنا بيكتب لهم الصيام بهذا الشهر الفضيل ممكن يستفيدوا منها بتطبيقها حتى يخففوا على حالهم الأثار السلبية، وتحديداً مع أنه اليوم عم نحكي برضو بجانب أثر الرياضة برضو خلال شهر رمضان مبارك، فممكن إذا طبقوها زي ما تفضلتي نتيجة التمارين الرياضية تكون بشكل إيجابي زي ما هم بدهم إياها. طبعاً أكيد. هلأ شهر رمضان هي عبارة عن فرصة ذهبية. نعم. ذهبية للناس الرياضيين اللي أصلاً هم نظام حياتهم صحي إنهم يستمروا على هذا الإشي، وذهبية للناس اللي نظام حياتهم سيئة وبدهم يحسنوا من جودة حياتهم. وكمان في نصيحة جداً مهمة. تفضلي. الرياضيين اللي بيكونوا عم بيحملوا أوزان. نعم. هاي الأوزان ما تخففوها أثناء شهر رمضان المبارك. نفس الوزن اللي كنت عم تحمله بتكمل عليه أو بتزيده. خلي حياتك تكون طبيعية. هي بس الموضوع عبارة عن time management. كيف أنا بالضبط. نعم. بس هي هاي. ولا أنا أكمل. إذا كنت مبلش كمل، وإذا مش مبلش منفضل إنه نبلش. احنا بدنا نشكرك جدا على تواجدك معنا. شكرا. يعطيك الف عافيه ودائما بتألق مستمر ان شاء الله. سلام. شكرا. الله يخليك دكتوره. مشاهدينا الكرام خليكم معنا بعد هالفقره المميزه، راجعينكم ان شاء الله.